أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. العمل بالآيات. اقرأ اليوم مثلا واحدا من أمثلة القرآن واجتهد في فهمه. نور القلب بيد الله سبحانه، فادعو الله بقولك: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. تأمل هذه الآية ثم استخرج منها فائدة وأرسلها في رسالة. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. التوجيهات. عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من وجودك. التأمل في مخلوقات الله سبحانه سبب لزيادة اليقين في قلب العبد.